اهلا فيك. خليني أسألك في البداية، ازاي شايف مواجهة برشلونة وباريس سان جيرمان، وممكن يكون مين الأقرب؟ هل فعلا باريس سان جيرمان اللي وصل او كان وصيف الموسم الماضي قدام بايرن ميونخ هو الأقرب، ولا انت شايف ايه من وجهة نظرك؟ لا شك من المبكر الحديث عن الأقرب للتأهل إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا، تحديدا في المواجهة بين باريس سان جيرمان وبرشلونة، لأن يعني هناك فترة زمنية كافية أعتقد لبرشلونة إذا كان يعني يتداول القول أو يصح القول أن الفريق متراجع في هذه الفترة. وحتى بالنسبة لباريس سان جيرمان مع المزيد من الانسجام والمزيد من الحضور القوي مع دخول الموسم أكثر فأكثر. دعيني يعني بداية أوضح أمر هام جدا في مواجهة برشلونة وباريس سان جيرمان، تفضل. وهو ما قاله رونالد كومان مدرب برشلونة، الذي اعتبر أن المواجهة متساوية بين الفريقين. لكن رونالد كومان يعول على عامل الوقت، يعول من الآن وحتى فبراير أن يكون برشلونة قد تحسن الأداء، يكون قد حسم ملف رئيس النادي الجديد، وهذا ما قد ينعكس إيجابا على اللاعبين، تحديدا على ليونيل ميسي الذي يتردد كثيرا عن خروجه من برشلونة. فربما وجود رئيس جديد يمنح الثقة لميسي ويمنح الثقة لبرشلونة، ما يمنح هذا الفريق العودة إلى التوهج، خصوصا أن يعني في الموسم الحالي يعني لا نراه على مستوى الدوري الإسباني بالمستوى المطلوب، ولا حتى ميسي يقدم ما هو يعني يشفع له بأن يكون أحد أفضل اللاعبين في العالم كما كان في المواسم السابقة. على ضفة باريس سان جيرمان، يعني كمان أيضا الفريق قوي جدا هذا الموسم، وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ، ويمتلك يعني نيمار، مبابي، ماركينيوس، مجموعة من اللاعبين المميزين. لكن دعيني زميلة سارة أن أوضح أمر هام جدا، وهو ما قاله لودفيك جولي وهو لاعب باريس سان جيرمان السابق، كان يردد عند إجراء القرعة أو بعد إجراء القرعة أن باريس سان جيرمان ستخيم عليه نتيجة مباراة 6-1 التي أقيمت قبل 3 سنوات في الكامب نو، والتي أسفرت عن خروج باريس سان جيرمان بعدما كان متقدما في الذهاب 4-0. لودفيك جولي اللاعب الدولي السابق قالها بصراحة: برشلونة يتفوق في نقطة واحدة فقط على باريس سان جيرمان، وهو شبح هذه المباراة. لا يمكن لأي مشجع باريسي أن ينسى ما حدث في الكامب نو في تلك الليلة بعدما كان باريس سان جيرمان قاب قوسين أو أدنى من التأهل، لكن فعلتها كتيبة لويس إنريكي في حينها وبقيادة نيمار للمفارقة، وتغلبت على باريس سان جيرمان. الكفة متساوية، من المبكر الحديث عن تفوق فريق على آخر، لأن المباراتي الذهاب والإياب بعد حوالي شهرين من الآن. طيب خليني برضو لازم أروح معك على ذكرك لميسي. أكيد أنه الفترة الأخيرة شهدت تقارير صحفية فرنسية كتير قوي بتتكلم عن أن خلاص نهاية ميسي قربت مع برشلونة، وبقى في يعني تقارير صحفية بتربط بين تصريح نيمار بأنه هو متشوق أنه يلعب من تاني مع النجم الأرجنتيني، واقترابه كمان من الانتقال لنادي باريس سان جيرمان. يعني بالنسبة أنك يعني قريب جدا من الكرة الفرنسية ومتابع جيد ليها، يعني ما مدى صحة الأخبار دي؟ هل فعلا ممكن نشوف ميسي قريب في باريس سان جيرمان أو أصلا خارج برشلونة؟ يجب أن نضع في عين الاعتبار أن العالم يمر الآن بأزمة كوفيد-19 وما خلفته من أزمة اقتصادية خانقة على جميع الأندية، على جميع الدوريات وعلى كافة المستويات. نعلم أن ميسي بنهاية عقده قد يكون انتقال حر، لكن ميسي سيدفع له المبلغ مقابل هذا الانتقال. صحيح باريس سان جيرمان مطروح لكي يعني ربما يضم أو مرشح لكي يضم ميسي، هناك مانشستر سيتي أيضا مرشح لأن يضم ميسي. يعني على ميسي ربما إذا أراد الانتقال من برشلونة أن يفاضل بين أن يلعب إلى جانب نيمار في باريس سان جيرمان أو يلعب تحت قيادة بيب غوارديولا في مانشستر سيتي، هنا ربما إذا ما قرر ميسي الخروج. لكن أعتقد أن المعطيات ستكون أوضح يوم السبت المقبل عندما تكشف المقابلة التلفزيونية التي أجراها ليونيل ميسي، وتحدث خلالها عن الكثير من الأمور الهامة والهامة جدا.
يوم السبت المقبل ميسي قد يفصح أو قد يؤشر إلى وجهته المقبلة، سواء كانت البقاء مع برشلونة أو الانتقال إلى باريس سان جيرمان أو مانشستر سيتي ربما. لكن يعني يجب توضيح أمر هام، أكرر ما ذكرته في السؤال الأول، أن انتخابات رئاسة برشلونة ستكون حاسمة جدا في تحديد مصير ميسي مع النادي.